فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه إذا تأخر الإنسان إلى اليوم 13 فلا بأس من الرمي قبل الزوال في هذا اليوم خاصة؟ يعني يوم ما بقي إلا يوم يفرط فيه. لا يا أخي، كل أيام التشريق ما فيه رمي إلا بعد الزوال، كل أيام. الرسول تأخر إلى اليوم 13 ولم يرمي إلا بعد الزوال. نعم.